الأمور الإدارية وكل ما بذمة الفريق أو الهيئة المنحلة السابقة. فالخميس قالوا لنا على يوم السبت نطمن جمهورنا أنه اليوم احنا استلمنا الأمور واقع حال على أن نستكمل الإجراءات القانونية في وقت لاحق. الحمد لله والشكر جمهورنا العزيز، إن شاء الله نبث لكم البشرة تلو البشرة أنه احنا جايين بقوة وجايين نحمي نادينا، وإن شاء الله نعود به لمصاف السنين اللي راحت.